نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. مجددا اهلا بكم. يواصل الجيش السوري عملية عسكرية واسعة في المنطقة الجنوبية بريفي درعا والقنيطرة، حيث تمكن من احراز تقدم كبير في ريف القنيطرة، كما استعاد السيطرة على عدد من القرى والبلدات في ريف درعا وريف دمشق. إنجازات عسكرية متتالية في الجهة الجنوبية من سوريا، حيث سيطر الجيش السوري بالتعاون مع قوات الدفاع الوطني على بلدة دير ماكر وتلتي العروس والسرجة، لا سيما بعد سيطرته على بلدة دير العدس بريف درعا التي تعتبر المنطقة الأهم في الجهة الجنوبية. تم السيطرة على منطقة دير العدس وتم تمشيطها بالكامل وإلقاء القبض على بعض المخربين المسلحين أحياء. هنا في بلدة دير العدس بريف درعا آثار الدمار تؤكد على شراسة المعارك بين الطرفين، قتل المسلحين بالعشرات فضلا عن جرح آخرين وإلقاء القبض على عدد منهم أحياء. هنا في هذا المكان كانت تتمركز الجماعات المسلحة وتحديدا من جبهة النصرة ولواء شهداء اليرموك، كما نلاحظ الآن هذه الرايات للجماعات المسلحة لواء العز وعدة كتائب أخرى متطرفة كانت تتواجد في هذا المكان. الجيش السوري استطاع بعمليات نوعية سيطرة على كل هذه المنطقة وكامل هذه المنطقة بعد مقتل عشرات المسلحين من جبهة النصرة والكتائب الأخرى المتطرفة. بلدة دير العدس التي تفصل بين ريفي درعا والقنيطرة وصولا إلى خان الشيح بريف دمشق تشكل نقطة استراتيجية هامة، استطاع الجيش من خلالها تقطيع أوصال المسلحين وإفشال مخطط إسرائيلي الهدف منه تطويق العاصمة دمشق. وفي ظل هذا التقدم المتسارع للقوات البرية المدعومة بغطاء مدفعي، تتواصل عمليات الجيش السوري في استهداف مواقع المسلحين المتمركزين في خربة سلطانة وكفر شمس وتلة فاطمة بريف درعا وسط خسائر كبيرة في صفوف مسلحي النصرة وكتائب أخرى متطرفة. مازن سلمو، العالم، دير العدس، ريف درعا. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمسورا واستعرض معه اقتراح الأمم المتحدة حول تجميد القتال في مدينة حلب. ديمسورا بعد لقاء الأسد أعرب عن أمله في أن تتعاون جميع الأطراف لدعم مقترحه لتكون حلب نقطة انطلاق لإعادة الأمن والاستقرار إلى كل الأراضي السورية. كما أكد ديمسورا على أنه يركز على تيسير عملية سياسية من أجل الوصول إلى حل سياسي للنزاع على حد تعبيره، وأعلن أنه سيقدم تقريرا حول جهوده الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك الأسبوع المقبل. سيطر الجيش السوري على بلدة دير ماكر وتلة العروس وتلة السرجة قرب ريف درعا، ويواصل الجيش السوري تقدمه على عدة محاور باتجاه بلدة خربة سلطانة وتلة فاطمة تحت غطاء مدفعي وصاروخي كثيف. كما استهدف الجيش السوري تجمعات المسلحين في كفر شمس وتل عنتر وكفر ناسج وتل قرين في ريف درعا، وسقط عدد كبير من القتلى في صفوف مسلحي جبهة النصرة. الجيش السوري كان قد أطلق عملية عسكرية واسعة في المنطقة الجنوبية. عمليات نوعية أطلقها الجيش السوري في الجبهة الجنوبية لاستعادة المناطق التي استولت عليها الجماعات المسلحة بمساندة إسرائيلية وتحديدا في ريفي درعا والقنيطرة. الهجوم الذي أعد له الجيش السوري منذ أشهر هو ما حاولت إسرائيل تأخيره من خلال استهداف رتل الشهداء في ريف القنيطرة، فأتى الاستهداف بنتيجة عكسية. عشرات الكيلومترات من الأراضي في القنيطرة استطاع الجيش السوري تحريرها من قبل المجموعات المسلحة المدعومة من إسرائيل، فخلال ثلاثة أعوام من القتال
دمرت النصرة والمجموعات المسلحة الأخرى بتغطية مدفعية إسرائيلية أحيانا مواقع وتلالا لم يقوى الإسرائيلي على تدميرها خلال حرب تشرين عام 73 مثل التل الحارة الاستراتيجي والتلال الحمر. نجح الهجوم السوري بانتزاع بلدات الهبارية وتل مرعي والطيحة والدناجي. في ريف درعا سيطر الجيش على تل مصيح المشرف على قرية دير العدس التي بسط الجيش أيضا سيطرته عليها بعد انهيار دفاعات المسلحين، فيما نجح في تطويق قرية دير ماكر وسط اشتباكات عنيفة. تقول أوساط الجماعات المسلحة إن الإسرائيليين استدعوا قادة المجموعات التي تعمل معهم إلى منطقة الرفيد في منطقة فصل الاشتباك لدراسة خطة الرد وتنسيق العمليات الاستخبارية، تنسيق يفسر ربما تصريح قائد الفيلق الشمالي الجديد اللواء تامير هايمن الذي توقع استمرار أيام التوتر على الجبهة الشمالية في الفترة القريبة، مؤكدا ضرورة البقاء على جاهزية عالية للحرب. وفي رد فعل الاحتلال رأت وسائل إعلام إسرائيلية أن للمعركة الجارية حاليا في الجولان أهمية كبيرة من ناحية إسرائيل، واعتبر موقع القناة الثانية أن هذه المعركة ستقرر ما إذا كان الإيرانيون سيحولون الحدود في الجولان إلى جبهة مفتوحة لشن عمليات ضد إسرائيل. وأشار الموقع إلى أن هجوم الجيش السوري في القنيطرة يهدف إلى استعادة السيطرة على خط الحدود مع الجولان المحتل. وينضم إلينا من ريف درعا مراسلنا محمد الخضر. محمد، لو أطلعتنا على سير المعارك حتى الساعة كيف هي؟ تفضل. نعم، المعارك تتواصل في الواقع على أكثر من محور، يعني وحدات من الجيش السوري تقوم بعمليات تمشيط حاليا في دير ماكر في ريف دمشق الجنوبي الغربي بعد السيطرة على هذه البلدة والمناطق المحيطة بها، المزارع المحيطة بها بالأحرى. العملية أيضا مستمرة باتجاه في الواقع مناطق أخرى في محيط درعا وليس في ريف دمشق الجنوبي الغربي، يعني الزخم كبير، القوة النارية المستخدمة كنا نسمعها يعني من مناطق قريبة جدا، قصف صاروخي ومدفعية تستهدف التجمعات المسلحة في كل هذا الريف أو في كل هذا بالأحرى المثلث الذي يمتد بين محافظات ريف دمشق الجنوبي وفي درعا شمال غرب درعا وفي شمال شرق القنيطرة. هذه النقاط الحيوية والاستراتيجية التي يتقدم فيها الجيش السوري والذي أطلق منها العملية العسكرية الواسعة في الجبهة الجنوبية لعدة أهداف في الواقع، يعني التقطيع الأوصال بين التجمعات المسلحة بعد أن كانت تستفيد من بعضها من دير العدس إلى ريف دمشق وصولا إلى أتوستراد السلام، وأيضا من أجل تأمين تلك ذلك الطريق الحيوي والاستراتيجي الذي يربط القنيطرة بدمشق والذي يجري العمل عليه يعني خطوة بخطوة على ما يبدو. طيب محمد، ماذا عن كفر شمس التي كان من المفترض أن يكون فيها مفاوضات من أجل عقد مصالحة معينة؟ في الواقع هي يعني جهود قام بها الوجهاء ويقومون بها حتى هذه اللحظة مع القيادات المسلحين من الجيش الحر من أجل تجنيب هذه المنطقة المعركة كبيرة على ما يبدو تنتظرها. يعني حتى الآن في الواقع لا جواب نهائي، يعني لا توجد حصيلة واضحة حتى اللحظة تحسم هذه القضية بإبعاد المسلحين من هذه المنطقة حتى هذه اللحظة، لكن على ما يبدو أن هذا الأمر هو يمتد باتجاه مناطق أخرى كثيرة في هذه يعني مناطق أخرى من أجل سحب المسلحين منها وتجنيب الخيار العسكري. مثلا كانت المآذن المساجد في منطقة الحارة وفي مناطق أخرى اليوم تدعو المسلحين للابتعاد عنها تلك المناطق والبلدات من أجل تجنيبها مواجهة عسكرية كما جرى في دير العدس التي نحن فيها حاليا والتي كانت مواجهة عنيفة أدت بطبيعة الحال إلى هروب المدنيين ونزوحهم عنها وهم الذين يدفعون دوما الثمن الأكبر في تلك المواجهات. كل هذه الأمور في الواقع ربما في الساعات القادمة تتضح ما إذا كان سوف ينجح هذا الأمر الذي يقوم به الوجهاء التوسط من أجل إبعاد المسلحين والتواصل مع القيادة السورية التي تخوض أيضا هذه المعركة على جهتين من أجل أولا إبعاد المدنيين وأن لم يكن فالخيار العسكري هو موجود وهو مستمر حتى هذه الساعات. طيب في بلدة الحارة التي ذكرت والنداءات عبر مكبرات المساجد من أجل إخراج المسلحين من هذه البلدة، هل نجحت النداءات؟ في الواقع حتى الآن لا، يعني على كل مستوى الريف درعا لم تتضح بالبعد بعد لم تتضح يعني متى نجاح ذلك الجهد الذي يعني يجري العمل عليه في مناطق عديدة، لكن على ما يبدو الوسطاء أو الوجهاء أو رجال الدين لم يكونوا ليقوموا بهذا الجهد لولا يعني من وجود بوادر ربما قد تنجح في مناطق وقد لا تنجح في مناطق أخرى. لا ننسى هنا أن درعا هي مركز كبير للمسلحين وإلى تعدد الولاءات المسلحة بين جيش حر وجبهة نصرة ومجموعات أخرى بعضها تتبع دول إقليمية مجاورة وبعيدة
بعيده وقريبه، كل هذا الامر له تداعياته في الواقع يعني، يعني وله تاثيره على مدى تلبيه هذه النداءات وتجنيب المعركه. طيب محمد ابقى معنا، سينضم الينا من دمشق الان الباحث الاستراتيجي اللواء ثابت. محمد سيادة اللواء، نسال بدايه عن توقيت هذه العمليه والاهداف المتوخاه من خلالها، تفضل. اولا بالنسبه لتوقيت تلك العمليه، منذ 3 سنوات وحتى هذا التاريخ لم تتوقف عمليات الجيش السوري في المنطقه الجنوبيه سواء في ريف القنيطرة أو في ريف درعا، لكن في الأيام القليلة من 3 أيام تصاعدت تلك الأعمال. قد يكون السبب كسرة الحديث عن سعي إسرائيل لإيجاد حزام أمني أو منطقة أمنة في المنطقة المتاخمة للحدود، وسبب آخر اللعب بالورقة الأردنية من قبل قيادة وإدارة الحرب الصهيونية الأمريكية على سوريا، ومحاولة دفع الأردن لإدخال قوات برية لمحاربة داعش. إضافة إلى ذلك النجاحات التي تحققها القوات السورية في جبهة دوما وفي جبهة القلمون، هذه العوامل دفعت بالمجموعات الإرهابية إلى شن العديد من المحاولات الهجومية بهدف قطع طريق دمشق درعا وبهدف وصل الريف الشمالي لدرعا مع الريف الجنوبي الشرقي لمدينة القنيطرة والجنوبي الغربي لمدينة دمشق، علما بأن تلك التنظيمات الإرهابية من جبهة نصرة أو بقايا الجيش الحر في الشهر الماضي حاولوا أكثر من 5 محاولات لوصل عملية الريف الشمالي لدرعا بالريف الجنوبي الشرقي للقنيطرة، لكن جاهزية العربي السوري ودفاع الشعبي في المنطقة تمكنت من جميع محاولات الإرهابيين وتكبيدهم خسائر كبيرة، وانتقلت قوات الجيش إلى تنفيذ عملية هجومية مركبة، عملية الأولى باتجاه من الشمال إلى الجنوب على موازاة طريق درعا القديم والطريق الجديد بدءا من جسر بصير على الطريق الجديد والطريق القديم جنوب الصنمين باتجاه مدينة درعا، وعملية أخرى من الشرق باتجاه الغرب من غباغب وشمال الصنمين باتجاه تل الشعار القنيطرة. وخلال الأيام الثلاثة الماضية حققت قطعات الجيش تقدم ونجاح كبير وتمكنت من تحرير عدة مناطق في تلك المنطقة. الجبهة الأولى الاتجاه الأول من الصنمين باتجاه درعا يمكن أن يكون طول الأعمال القتالية بحدود 25 إلى 30 كيلومتر من جسر بصير وحتى جنوب خربة غزالة مدخل الشمالي لمدينة درعا، وعرض منطقة الأعمال القتالية في تلك المنطقة يتراوح ما بين 10 إلى 15 كيلومتر، وأهم القرى والبلدات الواقعة ضمن تلك المنطقة على الأوتوستراد القديم نبدأ من شقرة، عقدة أزرع، قرفة، خربة غزالة وصولا إلى مدخل الشمالي لدرعا، وعلى الطريق القديم من القنية، لفقيع، الدلي، الشيخ مسكين، داعل، أبطع، عتمان وصولا إلى درعا، وفي الوسط طلة الخضر وبلدة محجة. جميع هذه البلدات حققت قطعات الجيش تقدم كبير باتجاهها، ولولا سوء الأحوال الجوية وصعوبة الرؤية لكانت حسمت العملية خلال هذا اليوم، وتم تطهير وتنظيف طريق درعا القديم والجديد. طيب سيادة من اللواء، الصنمين وصولا الى درعا. طيب سيادة اللواء، حين نتحدث عن محاولة كانت من قبل المجموعات المسلحة لربط ريف درعا بريف القنيطرة، يعني هي محاولة وهناك تخوف اسرائيل كان من خلال هذه العملية بحسب ما يرى مراقبون، فكان هناك محاولة لإيجاد منطقة حدودية عازلة ما بين الأراضي المحتلة طبعا من جهة الجولان وأيضا الحدود السورية. إلى أي مدى ممكن أن نقول اليوم بأن أيضا من الأهداف المتوخاة من خلال هذه العملية هو كسر هذا المشروع الإسرائيلي طبعا بمشاركة بعض الدول في إقامة هذه المنطقة؟
المجموعات الإرهابية كانت تهدف من وراء سابقا إلى عدة أهداف، من أهم هذه الأهداف هي السيطرة على طريق دمشق درعا، وخاصة في المنطقة الواقعة ما بين قرية محجة وحتى خربة غزالة، بهدف تقطيع أوصال القوات السورية وعزل القوات المتواجدة في مدينة درعا عن القوات المتواجدة في منطقة إزرع والصنمين. أما بالنسبة للاتجاه الشمالي، شمال درعا والجنوب الشرقي للقنيطرة، فهدف المجموعات الإرهابية من وراء الأعمال القتالية التي ينشطون في تلك المنطقة هو تشكيل جبهة متصلة للمجموعات الإرهابية من الريف الغربي لبلدة درعا وصولا إلى الريف الجنوبي للقنيطرة وإلى الريف الجنوبي الغربي لمدينة دمشق، وبالتالي خلق بيئة عملياتية ملائمة لتشكيل تلك المنطقة العازلة التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها. لكن في خلال تنفيذ تلك العملية الهجومية الاستباقية التي نفذتها قطاعات وتشكيلات الجيش العربي بالتعاون السوري بالتعاون مع وحدات المقاومة الشعبية ووحدات المقاومة الوطنية في درعا، تمكنت من إحباط هذا المخطط، وهي حققت نجاحات كبيرة وخاصة في المنطقة في الشمالي في منطقة الريف الجنوبي الشرقي للقنيطرة. المنطقة في العملية الهجومية في تلك المنطقة يمكن أن نقول تبدأ شرقا من بلدة غباغب حتى شمال الصنمين باتجاه تل الشعار وتل الحارة، وهذه المنطقة غنية بالبلدات والتلال المسيطرة والحاكمة. أهم تلك البلدات التي تقع في تلك المنطقة والتي يتراوح طولها وعرضها ما بين 10 إلى 15 كيلومتر، بلدة كناكر، بلدة دير ماكر، بلدة دناجي، نعم، كفر ناسج، دير العدس، كفر شمس. وأهم التلال المسيطرة والحاكمة في تلك المنطقة هي تل مرعي، تل مصبح، تل الفاطمة، تل الفطر، تل جعفر بيك، تل عريت، تل قرين، تل الأيوبي، تل الشعار، تل الشحم، تل السرجي، تل العروس، تل العروس. والأعمال القتالية تدور في محيط تلك التلال في الوقت الحاضر، والقوات العربية السورية تتقدم بشكل ناجح، والمجموعات الإرهابية تحاول الانسحاب تحت تأثير الضربات النارية للقوات السورية. طيب أيضا كان هناك مجموعات مسلحة وعناصر إرهابية سيد ثابت، يعني تحاول التراجع باتجاه الحدود بين سوريا والأردن، باتجاه الحدود الأردنية، وبالتالي العودة إلى يعني المناطق أو المخيمات التي على الأراضي الأردنية المخصصة للمجموعات المسلحة. كان هناك حديث عن غرفة عمليات تدار في الأردن بين مجموعة من الدول، تحدث عنها مسؤولون سوريون، أيضا من يشارك من هذه الأطراف التي تشارك في هذه غرفة العمليات هي إسرائيل. اليوم إلى أي مدى يعني نستطيع أن نقول بأن تأثير هذه غرفة العمليات في تراجع بفعل هذه أو هذا التقدم للجيش السوري؟ أختي العزيزة، أولا طول الحدود السورية الأردنية 365 كيلومتر، نعم. على هذه الحدود 365 كيلومتر يوجد 32 معبر غير شرعي. كانت المخابرات الأردنية وحرس الحدود الأردني يمرر تلك المجموعات الإرهابية بدءا من منطقة المثلث الحدود السورية الأردنية الفلسطينية في منطقة الحمة عند تلاقي وادي طعيم ووادي اليرموك، ووصولا إلى جنوب شرق السويدة منطقة طيسيا، نعم. المجموعات الإرهابية بتغطية ودعم من المخابرات الأردنية والحرس الحدود الأردني تتسلل إلى الأراضي السورية من تلك المعابر. وكما هو معروف للجميع يوجد مقر قيادي عملياتي للمجموعات الإرهابية في الأردن يسمى مقر موك. هذا المقر يعمل به المخابرات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية والمخابرات الخليجية السعودية والقطرية، إضافة إلى المخابرات الأردنية. إضافة إلى ذلك يوجد العديد من معسكرات التدريب على الحدود السورية الأردنية في منطقة إربد والرمسة والمفرق في منطقة إربد والرمسة والمفرق. هذا معلوم للجميع، ومعظم القواعد الجوية الأردنية يوجد فيها معسكرات تدريب للمجموعات الإرهابية بإشراف خبراء أمريكيين وإسرائيليين. نعم. طيب تحديدا في كفر شمس كان هناك حديث، مراسلنا يتحدث عن
إمكانية إتمام مصالحة هناك بفعل وساطة بعض الأطراف وبعض وجهاء تلك المنطقة لإخراج المسلحين وبالتالي حل الموضوع في كفر شمس بطريقة سلمية إذا صح التعبير عن طريق التفاوض؟ هل لديكم معطيات حول هذه المشاورات التي تجري؟ أيضا كان هناك حديث عن مشاورات مماثلة تجري في مناطق أخرى في ريف درعا إن كان أو في ريف القنيطرة، هل لديكم معطيات إضافية حول ذلك؟ أختي العزيزي، في الريف درعا وخاصة الريف الجنوبي الشرقي والريف الجنوبي الغربي هناك نشاط كبير لأعمال المصالحة الوطنية، وقد نجحت كثيرا وسلم المئات والآلاف من المسلحين أنفسهم وعادوا إلى حضن الوطن نتيجة أعمال المصالحة الوطنية ونتيجة التبدل المفاجئ في البيئة الحاضنة للمجموعات الإرهابية في ريف درعا ومدينة درعا وأيضا في ريف القنيطرة. تحاول المجموعات الإرهابية تسخين الموقف بشكل دائم وممارسة استراتيجية الردع بالخوف ضد المواطنين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها تلك المجموعات الإرهابية. نعم. وفي الوقت الحاضر منذ أسابيع الجميع يعلم تشكلت في منطقة حوران حركة مقاومة وطنية جديدة، أخذت هذه الحركة على نفسها تحرير جميع محافظة درعا من تلك المجموعات الإرهابية في كافة أرض درعا من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. وفي ريف القنيطرة أيضا منذ أسابيع وأشهر تشكلت عدة أفواج أطلقت على نفسها أفواج تحرير جولان، وهذه الأفواج هي التي تقوم بمحاربة تلك المجموعات الإرهابية وفرضت سيطرتها الآن على كامل الريف الشمالي لمدينة القنيطرة وتتجه باتجاه الريف الجنوبي. وهذه الأفواج إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة ستنقل عملياتها إلى الجولان المحتل. إذن وهذا السيد حق شرعي وطبيعي للشعب العربي السوري. بالفعل السيد ثابت محمد أو لواء محمد ثابت محمد الباحث الاستراتيجي حدثنا من دمشق، شكرا لك. 20,000 مقاتل أجنبي من 90 دولة انضموا للقتال في سوريا، هذا ما أعلنه مسؤول في الاستخبارات الأمريكية أمام الكونغرس. المتحدث وصف وتيرة تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا بغير المسبوقة. مدير المركز القومي لمحاربة الإرهاب نيكولاس راسموسن كشف أن 3,400 مقاتل على الأقل أتوا من دول غربية من بينهم 150 أمريكيا. استقبل السيد الرئيس بشار الأسد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء مناقشة التفاصيل الجديدة في خطة دي مستورا لتجميد القتال بحلب المدينة في أجواء إيجابية وبناءة. وجدد الرئيس الأسد حرص سوريا على دعم أي مبادرة أو أفكار تسهم في حل الأزمة بما يحفظ حياة المواطنين ومؤسسات الدولة، وشدد على ضرورة الضغط على كل الدول لتطبيق قراري مجلس الأمن 2170 و2178 لوقف تمويل وتدفق الإرهابيين إلى سوريا. من جانبه أعرب دي مستورا عن أمله في أن تتعاون جميع الأطراف لدعم مقترحه من أجل إعادة الأمن إلى مدينة حلب لتكون نقطة انطلاق لإعادة الأمن والاستقرار إلى كل الأراضي السورية. قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إن وحدات من الجيش والقوات المسلحة نفذت عملية عسكرية واسعة في المنطقة الجنوبية وحققت إنجازات نوعية متتالية على اتجاهات عدة في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، وعادت الأمن والاستقرار إلى بلدات دير العدس والدناجي ودير ماكر، وأحكمت السيطرة على تل مصيح وتل مرعي وتل العروس وتل السرجة، وقضت على أعداد كبيرة من إرهابيي جبهة النصرة. بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة عملية عسكرية واسعة في المنطقة الجنوبية وحققت إنجازات نوعية متتالية على اتجاهات عدة في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، وأعادت الأمن والاستقرار إلى بلدات دير العدس والدناجي ودير ماكر، وأحكمت السيطرة على تل مصيح وتل مرعي وتل العروس وتل السرجي، وقضت على أعداد كبيرة من إرهابيي جبهة النصرة،
وما تزال عمليات الجيش مستمرة في ملاحقة فلول العصابات الإرهابية التي انهارت تحت ضربات الجيش العربي السوري على عدة محاور في المنطقة. إن هذه النجاحات التي يحققها رجال الجيش العربي السوري في المنطقة الجنوبية تكتسب أهميتها من كونها تعزز تأمين محور دمشق القنيطرة ومحور دمشق درعا من جهة، وتقطع خطوط الإمداد والتواصل بين البؤر الإرهابية في ريف دمشق الغربي وريفي درعا والقنيطرة من جهة أخرى، كما أن السيطرة على مجموعة التلال الحاكمة تساعد في تطوير النجاحات العسكرية في هذه المنطقة. إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن جيشنا الباسل سيواصل أداء مهامه وتنفيذ واجباته الوطنية في جميع المناطق التي دخل إليها الإرهاب، وستكون إنجازاته المستمرة دافعا لأبناء الوطن إلى مزيد من التلاحم والتعاضد والوقوف صفا واحدا إلى جانب الجيش العربي السوري للحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها. دمشق في 11 من شهر شباط لعام 2015، القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. إذن قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إن وحدات من الجيش والقوات المسلحة نفذت عملية عسكرية واسعة في المنطقة الجنوبية وحققت إنجازات نوعية متتالية على اتجاهات عدة في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، وأعادت الأمن والاستقرار إلى بلدات دير العدس والدناجي ودير ماكر، وأحكمت السيطرة على تل مصيح وتل مرعي وتل العروس وتل السرجة، وقضت على أعداد كبيرة من إرهابيي جبهة النصرة. بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة عملية عسكرية واسعة في المنطقة الجنوبية وحققت إنجازات نوعية متتالية على اتجاهات عدة في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، وأعادت الأمن والاستقرار إلى بلدات دير العدس والدناجي ودير ماكر، وأحكمت السيطرة على تل مصيح وتل مرعي وتل العروس وتل السرجي، وقضت على أعداد كبيرة من إرهابيي جبهة النصرة، وما تزال عمليات الجيش مستمرة في ملاحقة فلول العصابات الإرهابية التي انهارت تحت ضربات الجيش العربي السوري على عدة محاور في المنطقة. إن هذه النجاحات التي يحققها رجال الجيش العربي السوري في المنطقة الجنوبية تكتسب أهميتها من كونها تعزز تأمين محور دمشق القنيطرة ومحور دمشق درعا من جهة، وتقطع خطوط الإمداد والتواصل بين البؤر الإرهابية في ريف دمشق الغربي وريفي درعا والقنيطرة من جهة أخرى، كما أن السيطرة على مجموعة التلال الحاكمة تساعد في تطوير النجاحات العسكرية في هذه المنطقة. إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن جيشنا الباسل سيواصل أداء مهامه وتنفيذ واجباته الوطنية في جميع المناطق التي دخل إليها الإرهاب، وستكون إنجازاته المستمرة دافعا لأبناء الوطن إلى مزيد من التلاحم والتعاضد والوقوف صفا واحدا إلى جانب الجيش العربي السوري للحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها. دمشق في 11 من شهر شباط لعام 2015، القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. في إطار العملية العسكرية الواسعة التي تنفذها قواتنا المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية في المنطقة الجنوبية، بسطت وحدة من قواتنا المسلحة سيطرتها الكاملة على بلدة دير ماكر في ريف دمشق بعد أن قتلت العديد من الإرهابيين ودمرت أدوات إجرامهم
وبعض آلياتهم. كما قامت عناصر الهندسة بتفكيك العديد من العبوات الناسفة والألغام التي زرعتها العصابات الإرهابية المسلحة قبل فرارها من البلدة. مهما تلقت عصابات الإجرام والتكفير الدعم من أطراف خارجية فإنها لن تفلت من قبضة رجال الجيش العربي السوري. مراسل الإدارة السياسية دير ماكر ريف دمشق. بسط الجيش العربي السوري سيطرته الكاملة على بلدة دير العدس وعلى تل المصيبيح وعلى بلدة دير ماكر والتي كانت أيضا تتحصن فيها المجموعات الإرهابية المسلحة والتي هي تبتعد عن هنا قرابة 3 كيلومترات. الهدف من هذه العملية العسكرية إحراز انتصارات جديدة هدفها في النهاية هو الوصول إلى النقاط التي تتواجد فيها المجموعات الإرهابية المسلحة. هنا نلاحظ هذه المدرعات التي كانت تشارك في العمليات العسكرية. الهدف من هذه العملية العسكرية التي قام بها الجيش العربي السوري انطلاقا من تل مرعي والذي هو يكون مرتفع أو هو مرتفع أكثر من بلدة دير العدس هو عملية تقسيم هذه البلدات التي تصل من هنا إلى تل الحارة بخط طولي يبلغ حوالي 12 كيلومترا تقسيمها إلى مربعات والتغلغل ما بين الإرهابيين المسلحين بالتالي تشتيت شمل هؤلاء الإرهابيين المسلحين وبالتالي القضاء على أعداد كبيرة منهم هنا وصولا إلى الشريط الحدودي. كانت المجموعات الإرهابية المسلحة تتلقى الدعم اللوجستي من العدو الصهيوني كانت تتلقى الدعم اللوجستي أيضا من قبل طائرات العدو الصهيوني لأن رجال الجيش العربي السوري ومنذ بدأ هذه العملية اليوم نحن نرصد نتائج هذه العملية بإعادة السيطرة على هذه البلدة وهي دير العدس. أخبرتنا وحدات الجيش العربي السوري مصدر مطلع خاص للمركز الأخباري بأنه عندما دخلوا إلى هذه البلدة واندحر الإرهابيون إلى جانب أو إلى القليل من هذه المسافة التي نحن نقف عندها بحوالي كيلومتر أو نصف كيلومتر من هنا بأن المجموعات الإرهابية المسلحة فرت باتجاه البلدات إلى الأمام. نحن الآن نسمع أصوات قذائف الحق من رجال الجيش العربي السوري باتجاه المجموعات الإرهابية المسلحة. تتوجه الأنظار إلى ريف درعا الجنوبي الحدث الأهم التكتيك العسكري المتبع من قبل رجال الجيش العربي السوري والغزارة النارية في هذه المنطقة تنذر بأيام قادمة يتوقع بأنها ستكون حاسمة في الواقع الميداني لصالح الجيش العربي السوري. كريم الشيباني لأخبار التلفزيون ريف درعا الجنوبي دير العدس. وفي ريف الحسكة الجنوبي تستكمل وحدات الجيش العربي السوري تقدمها وتطبق الحصار على منطقة الميليبية آخر تجمعات إرهابيي داعش هناك وتحبط محاولة تسلل عدد من إرهابيي داعش في ريف الحسكة الجنوبي وتقضي على عدد منهم بعضهم من جنسيات أجنبية وتصادر أسلحتهم. يستمر رجال الجيش والقوات المسلحة استكمال عملياتهم العسكرية التي بدأوها مؤخرا في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة حيث نقف الآن وبذلك يكون قد أطبق الخناق على إرهابيي داعش المتحصنين في قرية الميلبية والتي تعتبر آخر تجمع لتنظيم داعش الإرهابي في هذه المنطقة.
حاليا تقوم العصابات الإرهابية المجرمة بإطلاق قذائف الهاون باتجاهنا. يقوم رجال الجيش والقوات المسلحة حاليا بتحديد مناطق إطلاق هذه القذائف، وبالتالي يقومون بالرد على مصادر هذه النيران. محاولات يائسة وفاشلة تقوم بها العصابات الإرهابية المجرمة المنتمية لتنظيم داعش الإرهابي بمحاولات التسلل إلى نقاط تمركز رجال الجيش العربي السوري، ولكن بالمقابل يقوم أشاوس الجيش العربي السوري باستهداف مواقع تجمعاتهم ومحاولات التسلل الفاشلة. تم القضاء على عشرات الإرهابيين، وتمكن رجال الجيش العربي السوري من سحب إحدى هذه الجثث أجنبية الجنسية، كما تم مصادرة عدد من الأسلحة والبنادق والرشاش. هم أشاوس الجيش والقوات المسلحة، على العهد كانوا وعلى العهد باقون. فاضل حماد، التلفزيون العربي السوري، ريف الحسكة الجنوبي. وفي ريف إدلب أوقعت وحدات من الجيش والقوات المسلحة إرهابيين قتلى ومصابين في معرة مصرين وبنش وأبو ظهور وعين السوداء ومحيط جبل الأربعين. وفي ريف حمص قضت وحدات من الجيش على العديد من الإرهابيين ودمرت لهم منصة إطلاق صواريخ في عين حسين بتلبيسة. أما في ريف القنيطرة فقد دكت وحدة من الجيش بمختلف أنواع الأسلحة أوكارا لإرهابي جبهة النصرة وما يسمى أحرار الشام وألوية الفرقان وغيرها من التنظيمات التكفيرية في بلدة الصمدانية الغربية، أوقعت خلالها أعدادا منهم بين قتيل ومصاب ودمرت لهم آليات وأسلحة وذخيرة. في درعا أيضا ندوة حول المصالحة الوطنية والحوار السوري تمحورت حول دور الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب ودحره وتعزيز دور المجتمع الأهلي في نشر مفهوم المصالحة. تجسيدا لدعم شعبنا وقواتنا المسلحة في محاربة الإرهاب وإسقاط المشروع الصهيوني الأمريكي، وتأكيدا لما جاء في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية، أقامت شعبة مدينة درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي ندوة حول المصالحة الوطنية والحوار السوري بحضور محمد خالد الهنوس محافظ درعا وشكري الرفاعي أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي، حيث تمحورت الندوة حول دور الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب ودحره والمصالحة الوطنية والحوار وتعزيز دور المجتمع الأهلي وأبناء الوطن في ذلك. إذا خفت من أخواني الروم خطة تخوفت من أعمامي العرب أربعا. دور العشائر له أهمية في خلق التفاهم والتواصل بين شرائح المجتمع كافة. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. محافظ درعا أكد على أن الحوار هو اللغة الوحيدة لحل الأزمة، ولا بد للمصالحة الوطنية أن تأخذ دورها لأن ذلك يعود بالمصلحة العامة على الوطن وأبنائه. أن نسعى للمصالحة وأن بنفس الوقت نقوم في محاربة الإرهاب أينما حل وأينما وجد، وخاصة نحن كمحافظة في محافظة درعا. بدوره شكري الرفاعي أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي أكد أن الحل لن يكون إلا من خلال السوريين أنفسهم. أن نكون على أهبة الاستعداد الدائم والتواصل الكامل مع أبناء المحافظة من أجل تقديم كافة الخدمات الضرورية وتلبية المطالب المعيشية والتي تلبي حاجات المواطنين وأن نكسب الجماهير. نحن في شعبة مدينة درعا قررنا أيضا أن نقوم بمصالحات وطنية في جميع أحياء مدينة درعا لكي نتواصل مع أهلنا وشعبنا ونشرح مضمون الحوار الوطني والمصالحة الوطنية. سيادة هذه الأمة لن تكون إلا من خلال أبنائها المؤمنين بحب الوطن، فالمرحلة القادمة هي مرحلة إعمار وبناء، والوطن بحاجة لصمود ودعم كل أبنائه الشرفاء. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور وائل الحلقي أهمية الحضور الفاعل للنقابات المهنية والمنظمات الشعبية على الصعيد الشعبي من خلال تواصلهم مع كل مكونات المجتمع ودورهم كجزء من منظومة العمل التشاركية المساهمة في رسم السياسات الوطنية. وخلال لقائه نقيب وأعضاء مجلس نقابة أطباء سوريا الجديد، بيّن الدكتور الحلقي دور نقابة الأطباء بالتشاركية والتعاون مع النقابات الطبية ووزارة الصحة كمنظومة عمل واحدة في رسم السياسات الصحية ودورها في الحراك السياسي الوطني من خلال النخبة الواعية والكفؤة التي تمتلكها.
وأشار الدكتور الحلقي إلى دور نقابة الأطباء في مد جسور التعاون مع الدول الصديقة من خلال مشاركتها في المؤتمرات الطبية العربية والدولية لتعزيز حضور سوريا على المستوى الدولي وشرح حقيقة ما يجري على أرض الواقع وما تتعرض له من حرب إرهابية مدمرة. نقيب الأطباء الدكتور عبد القادر حسن ثمن جهود الحكومة في دعم ورعاية القطاع الصحي والارتقاء بأدائه من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن، مؤكدا سعي النقابة لبذل كل الجهود بما يخدم تحسين الخدمات الصحية وتعزيز وجود سوريا في المحافل الطبية الدولية. متابعة لتنفيذ توصيات ورشة العمل المركزية التي أقامتها وزارة الإعلام حول دور الإعلام الاستقصائي في تطوير أداء المؤسسات ومكافحة الفساد، اجتماع لمناقشة ما تم تنفيذه في مبنى وزارة الإعلام بدمشق. ورشة متابعة أو ما يمكن أن نسميه مراجعة لما تم الاتفاق عليه في ورشة العمل المركزية التي عقدت في شهر أيلول الماضي من عام 2014. كلام صريح من وزير الإعلام عمران الزعبي. الإعلام الاستقصائي يبحث، المطلوب الآن البحث عن القضايا الكبرى. يعني أنا ماني رايح دور على شرطي السير إذا أخذ له 100 ليرة ولا على موظف فاتح درجه حط لك طابع عطيته 50 ليرة زيادة. مو هدول الأهداف. ومطالبة صريحة لكافة المؤسسات الإعلامية بتفعيل دورها الاستقصائي ضمن فرق ووحدات تشكل لبدء العمل. بعض المؤسسات حتى الآن لم تشكل فرق العمل الاستقصائي، وأنا أمهلها إلى يوم غد لبكرة، واللي غايبين من المدراء بتبلغوا من العاملين. فبكرة الصبح إذا ما بتكون مشكلة فريق عمل استقصائي، المدير العام والمدير الآخري يروح على بيته ما بدي إياه. كما وشهد اللقاء الذي جمع كل المؤسسات الإعلامية العاملة في نطاق وزارة الإعلام نقاشا صريحا عرضت فيه المشكلات، وكانت المشاركة الأكبر للمركز الإخباري. إمكانيات ما عنا، يعني حتى أنت عم تقول نحن بنقدم لكم الدعم، طب بدنا نعرف شو هذا الدعم. دعم شو؟ أدوات ولا دعم قانوني ولا دعم حماية ولا شو؟ نحن 15 واحد بالفريق الميداني، يوميا عندنا مهمات للوزير أو للمدير العام أو لأي حدا أنه حب يجتمع أو حب أنه يعمل جولة، بده يتصور، بده كذا. فنحن موزعين يوميا على هاي المهمات، ما عندنا وقت للصحافة الاستقصائية. فأول شيء بدنا إياه أنه يكون عندنا حرية القرار إذا هذا الخبر بيستاهل نبعث عليه كاميرا ومحرر أو لا. صافي نوع من الاتفاق أنه كل قناة تقدم هذا النوع من البرنامج، وتم تشكيل وحدة عمل خاصة بملفات بتهم المواطن. يعني هلأ نحن فتحنا 3 ملفات، شيء له علاقة بسوق الهال، شيء له علاقة بالمازوت، وفي ملف ثالث في ملف بالهيئة فاتحينه عندنا بالهيئة بصراحة بالبونات. ربما النية سليمة لإحداث نقلة نوعية في الإعلام السوري من خلال عرض قضايا الفساد وهموم المواطن، وليس آخرها مجال الإعلام الاستقصائي وكيفية انخراط الكوادر الإعلامية به. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل إعلامنا إعلام ترف أم إعلام أزمة؟ ولماذا نزيد الأعباء والإمكانيات محدودة؟ أكد وزير الصناعة دكتور كمال الدين طعمة على استغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل وتحليل واقع العمل تحليلا مفصلا لإعطاء صورة حقيقية، وخصوصا أن هناك مشكلات تسويقية تشكل عائقا في أغلب الشركات. وأكد طعمة خلال اجتماعه مع إدارة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية أن دراسة الأسواق وتحديد احتياجاتها تعد من الخطوات التسويقية الحقيقية التي تقوم بها الشركات الناجحة، والتي تمكنها من تطوير منتجاتها وخدماتها لإشباع هذه الاحتياجات. وطلب وزير الصناعة من إدارة المؤسسة توفير المؤشرات الإنتاجية والتسويقية للشركات وتدقيق أرقامها من أجل تحديد التكلفة المعيارية في كل شركة على حدة. وتعد مسألة تأمين العقود لتصدير المنتجات إلى الخارج أحد الحلول التسويقية في ظل الظروف الراهنة لتخفيف المخازين المتراكمة وتأمين السيولة اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية، وبخاصة بعد أن فرضت الأزمة صعوبات تسويقية على القطاعين العام والخاص على حد سواء. مناقشة آليات العمل الرقابي على الأسواق وضرورة تفعيلها كانت محور جولة محافظ اللاذقية على مديرية تجارة الداخلية وحماية المستهلك.
تفقد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم اليوم آلية العمل في مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، حيث تجول في أقسام المديرية واطلع على آلية العمل فيها، مشددا على العاملين ضرورة العمل بأخلاق وضمير خاصة فيما يتعلق بالمراقبين والدوريات التموينية، وأن يكونوا على قدر عال من المسؤولية والنزاهة. وبعدها ترأس اجتماعا موسعا في مبنى المحافظة للأسرة التموينية، أكد فيه أن الجميع يتحمل المسؤولية وفق الأنظمة والقوانين، مطالبا بوضع آلية عمل ورؤية منهجية تشاركية لتفعيل عمل الدوائر خاصة في هذه الظروف التي يحاول فيها ضعاف النفوس رفع الأسعار والاتجار بقوت المواطنين ومعيشتهم اليومية. تم أعطاء التوجيهات بطبيعة العمل الجديدة، بالمتابعة الميدانية، برؤية منهجية وعلمية ومجتمعية تلامس هموم المواطنين، واتخاذ كل ما يلزم لتأمين رغيف الخبز بالشكل الجيد، لتأمين المواد الضرورية الاستهلاكية في الأسواق بأسعار جيدة ومتابعة، ولا مبرر لرفع أي أسعار تحت أوهام غلاء صرف أو غلاء دولار، لأن هذه المواد موجودة في المستودعات من شهور، وأغلب هذه المواد تأتي بطرق رسمية من خطوط استيراد متواصلة وتسلم للتجار عن طريق المستودعات. المخبر التموين ضروري جدا يكون بالصورة اللي شفتها فيه، القائمين بالمخبر يقومون على عملهم بأكمل وجه، متابعة ميدانية. شعرت كل عامل أو عاملة بمخبر التموين كأنه هالمخبر خاص تقوم بعملها أو بمنزلها على أكمل وجه. جولة المحافظ هذه ولقاؤه مع الأسرة التموينية ومدى انعكاسها على الأرض، وهل فعلا سيتم الارتقاء بالعمل ووضع منهجية جديدة وأفكار تخدم الوطن والمواطن من خلال تحسين الأداء والعمل في مديرية التموين، هذا ما يعول عليه في القادمات من الأيام. هذا في الجولة التفقدية للمحافظ لعمل الأسرة التموينية. أما واقع الأسواق فالمواطن يشتكي جنون الأسعار ويستنجد بالرقابة الغائبة لسوق منفلت، ولكن كما غنت فيروز ما في حدا لا تندهي ما في حدا. الأسعار نارشة عليه، يعني اجينا ورحنا وجايبين تاكسي ما قدرنا أخذنا شيء. أكثر شيء شو مرتفع؟ كل شيء. بذر الأخضر 50 ليرة ربطة فيها 5 حبة. في ارتفاع بالأسعار؟ بلا، في دائما غلا. شو مرتفع اكثر شيء بالخضره وبالفواكه؟ اكثر شيء الفواكه، البندوره، يعني كل شيء غلا، شيء ما طبيعي، يعني ما في راح من هي. طبعا في ارتفاع، لك في ارتفاع، الاسعار غاليه ما في. الحمد لله منيحه ماشي الحال، والله في غلا شوي بس، اي والله في غلا ما طبيعي. لا كويس والله، الاسعار منيحه يعني، فيها هيك وفيها هيك. طيب في أسعار جزر وتفاح وبندورة. كيف الأسعار؟ يعني إلى حد ما، إلى حد ما مقبول. يعني دخلنا نحن مرتفع، ما في يعني شيء ما بقى عم نقدر يعني نشتري شيء، ولا عم نقدر يعني الراتب يا دوب والله ما عم بيقعد معنا 5 أيام يعني. يعني حسب السوق، العرض وطلب بضاعة بدنا نمشي معنا نحن. هلا حسن هلا بسنة بلشوا هاي بسنة، كل يوم الأسعار متفاوتة يعني. زبون احنا مثلا بيجي مثلا بيقول لك اليوم غالي اليوم رخيص، ما شد ما بايدنا احنا، كيف نشتري احنا بالسوق بدنا نبيع احنا هون؟ في اسعار مقبوله واسعار غير مقبوله، يعني مثلا البطاطا لساتها غاليه، يعني عم نلاحظ غلا جميع المواد الاستهلاكيه والخضار والفواكه في غلا. يعني ما كل العالم قدرت انه تاخذ تشتري، يعني مثلا هلا بقت البقدونس 35 ليره، 4-5 بقات بياخذ بقى هلا ما بياخذ. حفل تكريمي لأسر شهداء الأطفال الذين سقطوا ضحايا للإرهاب الغادر أقامته منظمة طلائع البعث على مسرح المركز الثقافي العربي في الميدان. شهداء أطفال سوريون وفلسطينيون امتزجت دماؤهم لتزهر طيبا وعطرا يتحد ضد الإرهاب. 60 طفلا شهيدا تم تكريم أسرهم في المركز الثقافي العربي بالميدان بمشاركة فعاليات عدة. بالتأكيد منظمة طلائع البعث كمنظمة تربوية هادفة
تعنى بغرس القيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية والاجتماعية. بالتأكيد قيمة الشهادة هي قيمة القيم، وهي أروع القيم التي لا بد لنا من أن نسعى جاهدين لتكريسها. تكريم الأطفال وتكريم شهداء الأطفال، أهل أسر نساء الذين استشهدوا دفاعا عن سوريا، سوريا العروبة والمقاومة، سوريا التي قدمت الغالي والنفيس في سبيل نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وخلال التكريم عرض فيلم وثائقي بعنوان فضح جرائم الإرهاب بحق الطفولة والمنشآت التربوية وأثارها على أطفالنا. شو ما بقول قليل، يعني راح قطعة من جسمي، ما بقدر يعني أقول أكثر من هيك. الله يرحمه. فشو دخلنا ما نزل، خلونا نعيش طفولتنا بالحرب. نحن أطفال بدنا نلعب، ما بخلونا نلعب. كما قدم مجموعة من أطفال طلائع البعث عروضا فنية تمجيدا وإجلالا لذكرى رفاقهم الأطفال. بمشاركة فعاليات عدة، أطفال شهداء فلسطينيون وسوريون يكرمون في المركز الثقافي العربي بالميدان. لأخبار التلفزيون هدى الديب. لجنة تعويض المتضررين في محافظة دير الزور تعقد اجتماعا مع مخاتير الأحياء لبحث تسهيلات مقدمة للمستفيدين من التعويضات من جراء إرهاب العصابات الإجرامية المسلحة. عقدت لجنة تعويض المتضررين اجتماعا موسعا مع مخاتير الأحياء في دير الزور لبحث التسهيلات المقدمة للمستفيدين من التعويضات نتيجة العمليات الإرهابية. وتحدث محافظ دير الزور محمد قدور العينية عن الدور المناطي بكل مختار حي لتحديد المتضررين بشكل دقيق وموضوعي والابتعاد عن التلاعب والتأكد من سندات الإقامة والملكية والتفاعل مع ساكني الأحياء لتطوير عمل اللجنة والإسراع في تسليم مستحقات الدفعة الثانية المالية للمساعدة في الاستقرار والترميم للمواطنين المتضررين من الإرهاب. مداخلات الحضور تناولت العمل على تحديد الوضع القانوني للعقارات وإثبات هوية المستأجر أو المسترهن المتضرر ووضع الحلول الناجعة للورثة وتوصيف الأشياء التي يتم التعويض عنها بما يتناسب حجم الأضرار التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم نتيجة العمليات الإرهابية. كما طالب مخاتير الأحياء الإسراع في تحديد الموعد للدفعة الثانية والتي تشكل دعما للمحتاجين لترميم منازلهم، وهو ما يعكس الحرص على تقديم الدعم المطلوب لجميع من تضررت ممتلكاته من الإرهابيين وتخريبهم وتدميرهم. اللجنة الفرعية للإغاثة في محافظة الحسكة تستعرض في اجتماعها الدوري عمل الجمعيات الخيرية وعمل فرع الهلال الأحمر العربي السوري، وتتبع عمل اللجان المعنية بالعمل الإغاثي. بهدف متابعة عمل لجنة الإغاثة الفرعية بالحسكة، ناقش محافظ الحسكة المهندس محمد زعال العلي أعضاء اللجنة وبيّن لهم بأن هناك أخطاء ترتكب في جسم العمل الإغاثي من قبل اللجان الفرعية المصغرة والمعتمدة من اللجان الرئيسية الثلاث في المحافظة. كما أوضح للحضور مهام وحدة الاحتياجات والخطط التي شكلت مؤخراً. من جانبهم الحضور قدموا مداخلات سلطوا الضوء من خلالها على أهم منغصات العمل الإغاثي بالمحافظة، طارحين بذات الوقت حلولا يجد فيها النجاة من الخطأ في العمل الإغاثي. من خلال هذه الاجتماعات نحن نستعرض واقع عمل الجمعيات الخيرية في المحافظة المنافذ الرئيسية، وأيضا عمل فرع الهلال في المناطق الجغرافية التي يقوم بالنشاط الإغاثي فيها. من خلال تتبع عمل هذه اللجان تم اتخاذ العديد من الإجراءات، تم إصدار العديد من الأوامر الإدارية، تم تشكيل لجان تراقب تتابع تدقق عمل هذه المنافذ الرئيسية. فتح مراكز التوسع في فتح مراكز من قبل فرع الهلال من أجل التخفيف على المواطنين، وأيضا القضاء على ظاهرة الازدحام أمام مركز واحد لا يكفي بالغرض المطلوب. المنظمات اللي عم تعطينا الغذائية فقط اللي هي WFP منظمة الغذاء العالمي، عطتنا كل دفعة 45,000 حصة، 45,000 حصة مقابل 245,000 عائلة في محافظة الحسكة. هو اجتماع دوري تتبعي لمسار العمل الإغاثي بالمحافظة، هدفه أن تصل السلال الغذائية إلى مستحقيها الفعليين من الأسر المستهدفة في المحافظة، وبذلك يكون العمل الإغاثي قد اكتملت صورته الحقيقية والمنشودة.
تشكيل لجنة إصلاح الأعطال الطارئة في مراكز الإيواء ودراسة إحصائية للمستحقين الفعليين للمعونات في منطقة الرادار أهم ما ناقشته لجنة الإغاثة الفرعية في طرطوس خلال اجتماعها الدوري. متابعة لشؤون الوافدين في محافظة طرطوس، لجنة الإغاثة الفرعية تعقد اجتماعها الدوري مع المعنيين بشؤون الإغاثة والمدراء المسؤولين في المحافظة، حيث تم عرض ورقة عمل عن برنامج وحدة إدخال البيانات، كما وتم مناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات لتشكيل لجنة إصلاح الأعطال الطارئة في مراكز الإيواء مع بيان دراسة إحصائية للمستحقين الفعليين للمعونات في منطقة الرادار من خلال لجنة مشكلة لذلك. تتم مناقشة جميع المشاكل والحل الفوري، وذلك من خلال تقديم جميع الحاجيات الإخوة الوافدين. نحن أول شيء بالهلال عندنا موعدين، الأسبوع الأول من كل شهر هو للأسر المتضررة الوافدة، أما بالنسبة للمستفيدين اللي عم ياخذوا بموجب بطاقات الهلال الموزعة سابقا، نحن يبدأ باليوم الأول من الأسبوع الثاني حتى 25 شهر، نهاية أي توزيع 25 شهر. تقوم مديرية الصحة بمتابعة مراكز الوافدين والإيواء والتجمعات الأخوة الموجودين في محافظة طرطوس من ناحية مسوح روتيني دوري للأمراض السارية ومحاولة درء الأوبئة التي تحدث بسبب الاكتظاظ السكاني. كل من مكانه يؤدي دوره المناط به، ولكن التنسيق مطلوب بين جميع المؤسسات لتأدية دورها على أكمل وجه تجاه الوافدين في مراكز الإيواء. نشرة أخبار البلد انتهت لهذا اليوم، نلقاكم بإذن الله في المسائية، كونوا على الموعد، إلى اللقاء.